السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي طيب بخير. بارك الله فيك بنتي ملكة. ايه مالين الدار لاباس عليهم كل شيء مزيان. الحمد لله الشكر لله بنتي. كنشكرك بزاف عمي طيب. يا مرحبا. بغيتني نقول لك. اييه. لا يمكن تعقل عليا كنت باغي نحفظ القرآن قلتها لك من قبل. اييه بنتي اييه عقلت عليك عقلت لك لالا ملكة. هنيئا لك وكنبغي نوه بك. وأشيد بك أنت الحمد لله مشيتي للجوهر مشيتي للقناة تاع العسل المصفى هو القرآن الكريم هنيئا لك. شكرا بزاف عمي الحمد لله وحتى أنا فرحانة بزاف. المهم أنا كنت من نشوف شي مجموعة في الجمعية اللي كيقراو فيها القرآن هكا اللي كيقراو فيها النساء. أييه. هما وقتاش دابا وأنا واحد أنا دابا في البلاد ودرت وطاحت لي واحد الفكرة في راسي. أييه بنتي. وسولت بنات هكا في الواتساب قلت لهم بغيت ندير واحد المجموعه ديال حافظه القران الكريم. إيه. انا بغيت تحفظوا معايا مرحبا بكم راه حنا هكا دغيا زعما غيكون عندنا الحافز باش نحفظوا القران ونحفظوا دغيا والحمد لله وفقوا بعدا. ممتاز ممتاز. يا دابا حنا بدينا كنحفظوا وبدينا في سوره البقره يعني مجينا في الاخر بدينا مزيان سوره البقره ويلا شي 15 يوم هكا بدينا حنا في حفظ الحمد لله وحنا هما فرحانين وحنا فرحانين الحمد لله انا فرحانه بزاف. هنيئا لك بنتي هنيئا لك هنيئا لك هذا خير كثير. سميت واش ياك ماشي مشكل الا بدينا في سوره البقره حيت البعض كيقول مثلا حيت في السبح. اييه واخا كيقول يا ماشي مشكل سوره البقره ماشي مشكل بحال واخا واخا باذن الله الله يبارك فيك. نعم بنتي بغيت نسولك مازال بغيت شحال هادي كنت قلت لك عطيني الرقم ديالك ياك. اييه اييه. قلتي لي غياخذوا الرقم ديالي واحد المره قلتي لي واخا ندوزك الاسكندر وعطوني واحد الرقم ولكن ما خدامش ديما كنصونو كنلقى مطفي حيت عندي شي اسئله عندي شي اسئله كيتعلقوا بيا انا وكنفضل نقول عليك غير سميتو. واخا بنتي انا نعاود ناخذ الرقم ديالك ونتواصل معك حيت عندي ثلاث ارقام كنتواصل بهم كثير مع المستمعين. انا هضرتك عمي طيب عرفتك غتكون مشغول حيت كاين بزاف المكالمات انا هضرتك. واخا بنتي علاش وبغيت نسولك عمي طيب. نعم لا سولتك من قبل وبغيت نعاود نسولك الحجاب يا ملي بدل الحجاب باقي بغيت نستعمله ولكن مازال ما متاكده. أيه؟ يعني زعما الا كان لبسوا الحجاب غير حجاب شرعي الا كان لبسوا الا كان لبسوا الا بعض المرات غير هكا الا كان الا كان مشي عند الجيران كنلبسي حاجه يعني بلا حجاب كنلبسي شي حاجه اللي طويله يعني أيه؟ ماشي بالضروري تكون حجاب ديالك ماشي مشكل ولا لا بدا نلبس ديما الحجاب ان شاء الله بنتي يا ربي يا كريم. شكرا بزاف يا ربي صغيره شكرا غير شد لي الخط ومشى لي كل شيء. مرحبا بنتي ملكه بارك الله فيك. شكرا بزاف عمي طيب قريبا انا الا كان ممكن تعطيني الرقم كما قلت لك حيت باقي عندي ما نقول لك. واخا بنتي ملكه واخا باذن الله انا غندوز لك السي سامي يا ربي يا كريم. ما عندي راه بنتي ملكه حتى عندي ثلاث ارقام وكيتواصلوا بيا المستمعين كثير طيله اليوم مع العلم انني عندي عمل بالنهار كنشتغل من 9 للصباح للسبعة العشيه سون زاغي عمل في احدى الادارات وفي مسؤوليه كبيره وفي تركيز وفي استقبال المواطنين لاشغالهم ومصالحهم فكيلقى صعوبه انني نتكلم. يلا كرتاح شويه مع السبعة العشيه نصلي العشاء ونجي ندخل كود الاستديو ومع ورا البرنامج كنتلاقي مع ناس كثر كيجيو حتى لمقر الاذاعه عنده مشاكل كثيره كاين زواج كاين طلاق كاين خصام كاين ديون كاين امراض كاين كذا وكتحاول كل واحد والكثير فيهم الصرع يطلبوا الله السلامه والعافيه وربي ربي يسخر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا لك بنتي ملكه. اولا بغيت ننوه بك هنيئا لك مشيتي للقران الكريم راه الجوهر ديال الوجود هو القرآن الكريم اللي هداه الله القرآن الكريم فقد هدي إلى الصراط المستقيم وهالطريقة دي الحفظ جميلة أننا نكتشف طرق جديدة طريقة عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك
هو الأفضل أن يكون الحفظ عن طريق مشايخ، لأن القرآن الكريم يحفظ عن طريق اللسان، عن طريق التحفيظ يكون باللوح ويكون بالقلم ويكون بالشيخ. هادو أركان أساسية باش يكون الحفظ قوي ويكون متين، لابد من وجود الشيخ لأنه يلقن شفهيا، ثم اللوح، ثم القلم. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، في لوح محفوظ، اقرأ وربك الأكرم، هادو مكونات ديال الحفظ. لكن في غياب وجود هذه الشروط، ناس كي يعيشوا ربما في قرى، في مداشر بعيدة، ما كيش عندهم كتاتيب قرآنية، طريقة تقنية جميلة نستثمرها، وهي استغلال الواتساب واستغلال الفيسبوك. وكاين فعلا هناك عدة مجموعات كيخلقوها الناس وكيحفظوا فيما بينهم. مثلا أرشدوا إلى مجموعة جميلة في الفيسبوك في الواتساب ديال الشيخ سعيد مسلم اللي كان معنا في الإذاعة، واللي هو ديما كنسمعوا الأذان ديالو. ادخل الواتساب ولا ادخل الفيسبوك ودير سعيد مسلم، غيخرج لك واحد المجموعة كبيرة فيها المقرئين والمقرئات، وكيديروا الطريقة ديال الحفظ والأداء، وكيكون الشيخ يستمع مرة كيديرها أون لايف كتسمع ويصحح القراءة، وكيقول لك هنا كاين ادغام، هنا اخفاء، هنا اقلاب، هنا ترقيق الراء، هنا تفخيم الراء، هنا خذ النفس، هنا، وكيبقى يشرح لك تسهيل القراءه، وكتبقى تحفظ والناس يرددون. فطريقه تقنيه جميله للحفظ، لكن كيبقى دائما لابد من وجود شيخ، ولا بد من اللوح والقلم. وهنيئا لك بنتي ملكه، الله يكمل لك الرجاء. اما عن سؤالك الثاني، قضيه الحجاب، الحجاب بنت ملكة هو ماشي سنة، هو واجب. الشريعة الإسلامية عدنا الواجب، وعدنا الحرام، وعدنا المباح، وعدنا المكروه، وعدنا المستحب. فالحجاب هو واجب، من الواجبات، ماشي من الفرائض، من الواجبات. كي الفرائض معروفة، هي الصلاة والصيام والحج، هي الأركان ديال الدين. ثم عندنا الواجبات، هي أقل مرتبة من الفرائض. عدنا الأركان وعدنا الفرائض، وتحت منها الواجبات، عد المستحبات، عد المباحات، فهو من الواجبات. لكن هناك من يتعذر على استعمال الحجاب لظروف، ظروف نفسية، ظروف اجتماعية. الحجاب كان عادي جدا، النساء ديالنا كلهم كانوا في السبعينيات من هذا القرن، جميع النساء والبنات المغربيات وفي العالم العربي كلهم كانوا محتجبات. حتى جاتنا الموضة فيما بعد، الموضة جاتنا من التغريب، وجاءت لباس آخر عصري، ثم جات واحد موجة أخرى ديال الإرهاب، أن صار الحجاب مرتبط بأفكار إرهابية أو بطريقة ديال الإخوان المسلمين اللي كيسموا بين قوسين الإخوانجية. فكان التيار الإخواني اللي كانت عنده واحد النظرة إلى الوجود وإلى الحياة وإلى الدولة، خصوصا الدولة القضية السياسية، أنه يدعو إلى الخلافة، إحياء الخلافة الإسلامية. فالتيار الإخواني بدعوته إلى قيام الخلافة الإسلامية، ولو الأجهزة الأمنية يخافون منه ويتجوسون خوفا، حتى أنه صنف من التيارات الإرهابية. ومن ثم صبح أي واحد كيدير الحجاب كيتسمى إخواني أو إخوانية، راه متهمون حتى تثبت براءته. هنا الدين غيدخل في السياسة وغيدخل في الأمن، وغادي يخلق بلبلة ويخلق فوضى، مع العلم أن الحجاب راه عند أمهاتنا وعند جداتنا كان أمر عادي جدا. حتى في أوروبا، فرنسا الآن اللي هي باريس مدينة الجن والملائكة، اللي فيها آخر صيحات تاع الموضة العالمية لمن يجيب وغيرها، راه كانت حتى هي قبل الحرب العالمية الثانية كانت كلها محتجبة. اللي غيشوف الأشرطة الوثائقية ديال فرنسا وديال ألمانيا وديال أمريكا، غادي يلقى النساء كلهم كانوا محتجبات تبعا للسيدة مريم العذراء عليها السلام. فالمسيحيين كانوا محتجبين كلهم، أخوات، واللي ما محتجباش على الأقل كتلبس لباس محتشم. اللي كيمشي للكنيسة غيدخل غير الصورة ديال مريم عليها السلام، السيدة العذراء، غادي يلقاها لابسة الدرة ديال الزيف ولابسة لباس محتشم. هذا هو الطبيعة ديال الوجود. أما ما وصل اليوم من هذه الأمور، هذه موجة ولن تستمر، سيأتي يوم من الأيام وتعود الأمور إلى أصولها. لكن في ضمن هذه الضغوطات النفسية، هنقول لك بنتي
انا بغيتك ديري الحجاب وانت مقتنعه محترمه معززه مكرمه، عندك في نفسك القدره على انك ديريه وانت تحافظين على دينك، تحافظين على سمعتك، وتحافظين على فلسفه الزي الاسلامي. يسموا العلماء فلسفه الزي الاسلامي ملي كنستعملوا كنعود كنحمل رساله، يعني خصني نبعد من المحرمات، نبعد من الشبهات، نحرص على فعل الخير. اما نديروا وربما يكون عندي مازال في نفسي رغبه في المتاع ورغبه في الامور اللي هي محرمه، بلاش ما نديروش. تنحساسي تقويت وصبحت قلبي طاهر ونفسي صالحه، وماشي انا غنصبح الانسان انه ملاك طاهر من السماء، ابدا. سمحت في الدنيا يقع في الخطا والصواب، لكنه واجب من الواجبات لقول الله تعالى: يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هكذا أول مرة نزلت هذه الآية: يا أيها النبي، ربك خاطب سيدنا النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني الجميع، بدأ بالأزواج ديالو أولا أهل بيته والبنات ديالو ثم نساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. المرأة كتلبس لباس محترم، جلباب، يعني لباس فضفاض ماشي شفاف، وهذا كانت الصيغة ماشي للوجوب، كانت للاستحباب. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، سدا لذريعة النظر. لكن فيما بعد نزل قول الله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى أن قال: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، قال لا ينبغي أن يرى منها، لا ينبغي مفاد لا يفيد الوجوب، يفيد الاستحباب. هناك صيغ كثيرة في تشريع الحجاب، العلماء منهم من قال كلها تفيد الوجوب، منهم من قال هي تفيد الاستحباب، لكن على كل حال هي فريضة من فرائض الدين، على الإنسان أن يقوم بها بالتدرج حتى يشعر بنفسه بأنه نفسه تقوات وصار قابل لحمل راية الإسلام فليفعلها. وأسأل الله تعالى أن يحبب لنا ولكم جميعا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا وإياكم من عباده الراشدين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.